من المواقف الطريفة اللي مرت بي يعني في مسيرتي المسرحية، مرة كان شغالين مسرحية برلمان النساء، وبدأ العرض في مدينة كوستي. بعدين كنت اليوم ذاك ما تغديت، لما جينا المسرح شعرت بجوع، شايلة معي سندوتشات بتاع الجبنة، جنبت أكل فيها، دخلتي جات خطيت السندوتش وخشيت. بعد ما خشيت وجيت طالعة بعد المشهد ما انتهى، جيت طالعة لقيت السندوتشي ما في، شاكلت الزملاء وينو سندوتشي، قال لك الومنو يا حرامية يا سراريك. في اللحظة دي دخلت الثانية جات وفور رحت خش لك المسرحية، بس قام بقول لأختنا سامي بنت العرب أمشي شوفي راجلك الخطفته منو، قلت لها أمشي شوفي راجلك اللي كلته منو.